رسالة إلى يعني مثل ما قلنا رسالة أي. الكابتن عماد، عليك أن يعني تتجه لعملك، اترك المهاترات، اترك الإعلام. اليوم أنت مدرب منتخب، مدرب منتخب يكون هو دائما قائد، عليك ترك هذا تزوير وهذا. يعني أتمنى من الكابتن، وهي رسالة، اهتمام بعملك وبس، لأن يعني أنت مسؤوليتك منتخب شباب. تأثرت بكلامه نوعا ما؟ لا لا، هو طبعا كابتن عماد وعلاقتنا بيه طيبة طيبة، بس اكو صارت اشياء يعني ما انا اتمنى كلها. علاقتكم تبقى طيبة. لا لا والله يعني انا ولا اريد يصير شرخ بين المدرب ومدرب للامان. للامان نعم. عماد محمد خارج الرياضة انسان مو طبيعي، طيب كل شيء طيب طيب يعني، بس هو من سوى دخل بعد ناس جوز دفعته. عموما نبارك لهم الفوز، نتمنى لهم النجاح ان شاء الله. ان شاء الله والله انا حتى ما اريد اطول بهذا الموضوع حتى لا اتهم، لا 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 انه لا اريد لا لا اخذ منك تصريح حتى يرد علي. انا ما اريد، والان في بطوله نتمنى لهم خير والله يوفقهم. والكل يخطا مرات، اذا اني او اذا انت كل مرات يخرج، لكن نريد هذا النفس الطيب يبقى موجود يعني لمصلحتنا بصراحه. هو اتجه بعمل واحنا عملنا انتهت، وتوفيق للجميع ان شاء الله. حتى بصراحه يعني والله حتى بصراحه يعني احنا علاقتنا طيبه. لا يعني احنا بالنسبه في بصمه يعني في فكر مدرب بصراحه وفي شغل. انت من تشوف بناء يعني بيلد اب من منطقه البناء والى منطقه التحضير، ومن ثم الى منطقه هجوميه. يطلعون بصراحه يطلعون طلعون بالكرات القصيره. طبعا هذا خروج من الكره، هذا شغل، هذا شغل مدرب. نعم هذا يعني في بصمه مدرب، في عمل. بالاضافه الى الفينيشنج يعني كان ممتاز جدا. حتى شفنا لاعبين، حتى السرعات يعني في تحولات سريعه بصراحه، يعني بهدلنا المنتخبات اللي قدامنا يعني مو بس النتيجه. هسه هذا كبدايه، انا دائما اشوف المنتخب الان دا يلعب ومنتخبات هي ليست سيئه صح، لكن ليست على رتم البطوله الاسيويه تختلف. تختلف ليش دا اقول لك انا دارد اوصل هاي البطوله الاسيويه حتى عمليه تصفيات متباعده احيانا تواجهك اليابان او انت بتجمع تجيك منتخبات ثقيله. كابتن نور اليابان وكوريا السعوديه قطر كبار اسيا يعني كلهم مشاركين، هذول هذول صعبين. ثانيا اذا اكو الفرق هاي المتطوره فيتنام اي هم صعبين، طبعا صعبين، جابوا كل مدربين اجانب على مستوى عالي وقاعد يخططون نفس المدرسة بالاتحاد مدرسة اشبال ناشئين شباب اولمبي وطني كلها نفس المدرسة. والله حتى شوف التسعود حتى الخليج على مستوى الفئات العمرية، لا اكيد كلهم اسبان، كلهم اسبان، كلهم اسبان يشتغلون ويصفون اموال طائلة. اكيد يعني ترى احنا بالعراق سنويا 100 مليار دولار. 100 مليون قصدك؟ لا 100 مليار. على شنو يصرفوا 100 مليار؟ قطر 100 مليار على بس على الرياضه، على الرياضه بكل شيء بكل تفاصيله يعني قطر ان يوم انتخابات يعني ساي سباير صارت لا خبر كان يعني هسه قاعد يبنون مدينه جديده. لا احنا عفوا منتخبات كبار اسيا يعني التوب 6 والبيك 6 باسيا معروفين طبعا، كوريا يابان ايران استراليا السعوديه قطر الصين اوزباكستان، هم في عملهم ايران في ايران قلت يا معود مصدره مجموعتنا كوريا واليابان ايران والسعوديه واستراليا وقطر. فيما يتعلق بالفئات العمريه هاي الدول كبار اسيا هم كل تركيزهم على بناء جيل متسلح فنياً ذهنياً خططياً أخلاقياً بدنياً. إحنا البعض دابروا على الكاس.